للي وصل وانتهى. يا سلام الكاس الغالي، كاس رئيس الدولة حفظه الله في هذه الانطلاقة. الله الله الله، الشاهينية تغرد بشعارها الأزرق، تعلن أنها متواجدة هناك على الصدارة. الكاس شاهيني، الكاس شاهيني، كاس رئيس الدولة حفظه الله إلى هناك، إلى هذا الشعار الأزرق المتميز، شعار البحار والسماء، شعار عرف الأصول والدعم المتواصل في لحظات التحديات. تهانينا والناموس مع هذه الانطلاقة، مع أول الكؤوس في هذا المساء، كاس رئيس الدولة حفظه الله إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا للخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. يا سلام انطلاقة المركز الثاني شوي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هناك المركز صاحبة الكاس الشايبة، من الآن نرفع التهنية لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم، وتحياتنا أيضا لسمو الشيخ المر على أيضا هذا الدعم اللامحدود لهذا الشعار من خلال المشاركات. وكأس رئيس الدولة يذهب مرة أخرى إلى دبي، إلى دبي، إلى دبي وإلى دار الحي. تهانينا لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم، وتهانينا للمضمر أيضا أحمد بن علي بن عامر العويسي. سلام 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 يا أبو زايد، سلام سلام عليك يا أبو زايد. هذا هو خط النهاية، يرحب بهذا الشعار وبهذا الأسم. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فيه سبوسي. يا سلام، هذه المنطلقة، هذه اللحظة الأخيرة، الوثبة، كأس، كأس الوثبة. الله يا هذا الاسم، الله يا هذا الميدان، عاصمة الميادين، هذه المنطقة تحمل من الأسماء المعاني الكثيرة والتحديات المثيرة. الوثبة الوثبة الوثبة، سلطان بن ريو بن محمد المنصوري. سلام، يعود في هذا الانطلاق إلى الوثبة، حمل هذا الاسم وطار به إلى الوثبة. سلام يا العاصمة، سلام، ما شاء الله وتبارك الله. الوثبة إذن على المركز الأول، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، هنا تذهب مباشرة إلى الوثبة، مع الوثبة مشكور سلطان بن يريو بن محمد المنصوري على هذا الأداء، قدمت الوثبة بما فيه الكفاية. المركز الثاني تام يوم القوة والإثارة في هذا الحضور الطيب، في هذا الحضور المشرف للجميع. الظبي انفردت، الظبي، الله، الظبي في المركز الأول، طارت الظبي، طارت الظبي، هذه ظبي الفلا، رمز العطاء، معنى الوفاء، أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة ترفرف هنا في سماء الميدان، مرحبة، مرحبة بالضيوف، مرحبة بصاحبة الناموس، مرحبة بصاحبة الكاس. هذه الظبي انفردت. سلام يا زعبيل، سلام يا جميرة، سلام يا جميرة، سلام دبي، سلام لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه لحظات الوصول للظبي المركز الثاني. الأمير تركي بن محمد بن فهد آل السعود، بينما في التضمير فهد بن فهد بن طحنون الهاجي. وعلى أعصابك يا أبو فهد، على أعصابه يا أبو فهد، اللحظات الأخيرة، لكن خلاص الشاهينية مشاهدين الأعزاء تسجل جو هذا الشوط، تسجل جو هذا الشوط، وتفوز بهذه الكاس الغالية، الغالية، تفوز بهذه الكاس الغالية بدون منافس على الإطلاق. سلام سعودي، سلام، مع هذه اللحظات، مع هذه اللحظات المسائية. إذن مشاهدين الأعزاء في لحظات الانطلاق الأخيرة، الشاهينية، الشاهينية في المركز الأول بدون منافس على الإطلاق، لتحقق الانتصار لصاحب السمو الملكي تركي بن محمد بن فهد آل سعود، بينما في التضمير فهد بن فهد بن طحنون الهاجري. تهانينا على الفوز بهذا الكاس وهذا الانتصار في اللقاية المحلية الأصائل. المركز الثاني
في هجمة خطيرة، هجمة خطيرة، يا سلام يا سلام، طافت طافت إلى المركز الأول، يديد يديد يديد، نعم عرض الرائع، الله الله، راحت على الشوط، راحت راحت إلى قطر، راحت راحت إلى قطر، إلى الدوحة يا سلام، الكاس إلى الدوحة، الكاس إلى قطر، الكاس إلى قطر، من اللبسة من اللبسة إلى الشحانية، من اللبسة إلى الشحانية، من أم القوير إلى قطر، يا سلام يا العنود، العنود راحت على الشوط، العنود راحت بهذا العرض الرائع، بهذا الشعار الجميل، سلام سلام إلى الغرافة، سلام سلام إلى السيد سمو الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، نهنيه على فوز العنود بالمركز الأول. أما المركز التهنية أيضا موصولة لسالم بن عامر إبراهيم المدهوش المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان. وعطنا لقطة خاصة لنهديها لبن عقيل، رباعية على الشوط تحكي لنا مسار الشوط في هذه اللحظة الشاهينية، ولكن الله وصل، وصلت الشاهينية، محمد بن جاسم بن براك المزروعي، وصلوا هالي الغربية، وصلوا هالي الغربية، لكن بن عقيل محافظ، محافظ على هذا التقدم، عاد من جديد الكاس شحاني، الكاس شحاني في هذا الشوط، تهانينا يا بن عقيل على هذا الفوز وعلى الانتصار، كسيدي سأل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تنتزع مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات، في هذه التحديات الشاهينية، الشاهينية، هذه اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية، سلام سلام للشحانية، تحية واحترام لهذا الشعار من خلال الانطلاقة على المركز الأول والثاني والثالث، تهاني لابن عقيل المركز الرابع. ياتي ودع الطاري، ودع الطاري، الله يا طاري على هذا الحضور الرائع وعلى هذا الأداء الممتاز من المركز الأول، غانم من خلفان من طوير السيستمي ينطلق مع البداية، آخر 200 متر، آخر 200 متر، الفوز وين؟ الناموس وين؟ لا زال الطاري الأقرب، لا زال غانم من أتى بالغنايم من المركز الأول وبهذا العرض الممتاز، سلام غانم بن خلفان بن طويرس تبي الفوز بالكاس، الكاس اللي تحبه الناس، سلام عليك يا بن طويرس وسلام لرفاده، سلام على هذا الفوز المميز. المركز الثاني لسعيد بن خليفة من رشيد السويدي، والمركز الناموس وين؟ الناموس وين؟ الكاس 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 ينتظر من؟ ينتظر اشتعال، ينتظر بشاير، بشاير واشتعال، بن رشيد وبن مروشد، بن رشيد وبن مروشد في صراع البقاع على المركز الأول، في صراع الناموس على هذا الشوط، تتقدم الآن، تتقدم بشاير لسعيد بن محمد بن مروشد، ولكن اشتعال 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 عصاها في الأبطال، اشتعال عصاها في الأبطال، أبدا 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 ما دارت، يلا يا بن رشيد، يلا يا بن رشيد، الكأس الكأس لمن؟ الكأس لمن؟ البن رشيد لابن مروشد، الناموس وين؟ أكيد أن لدبي، ولكن أين يتجه؟ للمرموم ولا جبيرة؟ للمرموم ولا جبيرة؟ المرموم ولا جبيرة؟ لعب سلام سلام يا بن مروشد، نهني سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد على فوز بشاير بالمركز الأول، المركز الثاني اشتعال لأحمد القيا بن رشيد السويدي، والمركز الثالث المركز الأول، القدوم من هملولة، وصل بن كسرة، وصل بن كسرة قادما في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ويمع بن عتيج بن كسرة الرميثي مضمرا المختبر قادما، ولكن ولكن تجاوزت هملولة، جاوزتهن واسمها هملولة، الله الله، الكاس للسمحة، الكاس للسمحة، والسمحة مع الكاس، الكاس اللي تحبه الناس، روح روح يا يمعى يا بن عتيج يا بن كسرى يا الرميثي، انطلاقة هذا الانتاج المميز دائما من المختبر، سلام لسيدي سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، المركز الثاني